هكذا أصبح هذا القطار أثرا بعد عين في محافظة سوهاج بصعيد مصر. فبعد نقل المصابين كافة للمستشفيات، بقيت متعلقاتهم شاهدة على حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات. ساعد في نقلهم بعض الأهالي جنبا إلى فرق الإسعاف. هنا القاطرين داخلين في بعض، والعربيات وناس مرمية في الأرض وستات وأطفال. حاولنا برضه نطلع معاهم، وطلعنا الناس المتوفية، طلعنا الناس المصابة، وجبنا لحد هنا للإسعاف. من جانبه أمر النائب العام المصري بندب لجنة هندسية خماسية لفحص قطاري سوهاج وبيان كيفية وقوع الحادث. وعقب انتقاله لمعاينة موقع التصادم، طلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. هناك أيضا توجيه من سيادة الرئيس بدوره قال رئيس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحشد أجهزة الدولة بكل إمكانياتها لدعم المصابين في حادث قطاري سوهاج. وفور وقوع الحادث، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم سينال الجزاء الرادع.